الموضوع ديالي هو عش الخفاش. الإخوان على ذكر عش الخفاش، راه هادي غير هادشي، راه ما كاينش الإخوان. علاش؟ شفت واحد العدد ديال الناس كتقلب على عش الخفاش، فيه الزئبق، مات فيه الإخوان، ما كاين حتى حاجة. ونتحدى الناس اللي كتهضر على عش الخفاش، وندخل لكم غنعطيكم معطيات علاش بالضبط اخترت هذا الموضوع ديالي، وان شاء الله باذن الله باش ننور الاخوان. الاخوان، الخفاش ما كيديرش العش، الخفاش كيكون معلق، ومني كيولد المهم كيتزاد عنده خفاش صغير، سبحان الله بالطريقه هو باش كي ملي كيكون معلق، ملي كيولد حيت هو تادي، التاديات تلد لا تبيض، التاديات كيولدوا ما كيبيضوش. وهذه الفكره الاخوان باش ما تبقاوش تمشيو غالطين. راه شفت بعض واحد العدد ديال الاخوان كتمشي على عش الخفاش كيسحب ليها، راه عنده عش، هو ما عندوش العش. ونتحدى شي واحد اللي يجبد ليا موسط داك العش اللي كيسميوه هما عش، يجبد ليا منه واحد الجنين ديال داك الخفاش، حيت الخفاش كيرضع الابن ديالو، اولا المهم داك الخفاش الصغير ملي كيتزاد كيطلع تلقائيا كينزل حتى كيوصل تحت الدراع ديال الام ديالو، حيت فيها البزوله، يعني تما فين كيرضع. والاخوان ما تبقاوش تمشيو غالطين، راه كاين ناس كينصابا كيبقاو يضحكوا عليكم، لا خفاش ما تخفاش، راه صاوي 10 مليون 20 مليون، والكذوب في الكذوب. ونتحدى ايا كان. والاخوان دابا ملي سمعتوا هذا الفيديو هذا، دخلوا ديروا واحد الاستطلاع الحياه ديال الخفاش والطريقه ديال الولاده ديال الخفاش، وهاني معكم. اليوتيوب راه فيها كلشي، دير طريقه ولاده خفاش او لا طريقه الولاده ديال الخفافيش، وهاني معكم الاخوان باش ما تبقاوش تمشيو غالطين. عش الخفاش عش ما فيه حتى حاجه، غير الكذوب في الكذوب باش يبداو ينصبوا على عباد الله ويديو الارزاق ديالهم، وديك الكره اللي كتبان لكم معلقه الاخوان، هذه فكره غنزيدها لكم. الانسان ما كتردش البال، الاخ ديالي كيشدوا النفاخه وكينفخوها البالون باش كيلعبوا الاطفال، كينفخوها وكيخوفوا فيها واحد السائل او الدم او الماده كتكون مصوبه، كتخوفوا صديك النفاخه وكتنفخ شويه، والمحيط ديال ديك النفاخه الاخوان كتقول لي نفاخه، يعني كيفاش غيدير المحيط ديالها؟ المحيط ديالها كيشد داك الكارطون ديال البيض، الكارطون ديال البيض كيبدا يخطروا في الماء وكيبدا يعمروا عليها، وكيجيبوا واحد الرمله كتكون بحال العجين كحله اولا قهويه، وكتبقى تلطخ بحال البني قديم، ديك اللطخه اللي في داك البرودوي باش كيتصوب التراب اللي كتبنى به الدار القدام، هو اللي كيدور على داك الخفاش وكيبدا يلوحوا عليه الغبره باش كتطلع ديك الكره، كتطلع الاخوان كتبان لك بحال الشكل ديال عش، هو راه ماشي عش الاخوان. وهذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم، الله يرضي عليكم. راه ما كاين حتى حاجه، الخفاش ما عندوش بيض، الخفاش كيولد كيكون معلق، ملي كيولد سبحان الله ربي سبحانه وتعالى كتزاد عنده ديك الزياده اللي كتزاد عنده تلقائيه، كتمشي مع الجسد ديالو حتى كتوصل للمرضع فين كترضع ديك هذاك الخفاش الصغير. هذه فكره بغيت نوصلها للاخوان، ما تبخلوش علينا بزير لايك او لا حتى ديزلايك، ما كاين حتى مشكل، مرحبا على الديزلايك. الحمد لله نحن موجودون، ملي كيكون ديزلايك يعني عطينا واحد الفكره وعطينا واحد الجواب اللي مقنع، وهاد الفكره بغيتكم تقلبوا عليها، وهاني معكم في القناه، وكنتسنى الاستفسارات ديالكم او لا الاسئله ديال الاخوان، جميع الاخوان مرحبا بكم على راس العين. وما تبخلوش علينا تابوني معايا في لاشين باش نزيد نطور هاد لاشين ان شاء الله، وغادي نوصل لكم لشي حوايج اللي هاد النصابه كيسحب لهم راه وصلوا وبغاو يعضوا ما نعرفش السما بفمهم، ونحن لهم بالمرصاد. الزئبق الاحمر ما كاينش، كنقولها ونعاودها، عش الخفاش ما كاينش، وغادي نزيدوا شي حقائق اخرى ان شاء الله باذن الله. وكما وعدتكم البارح على هاد الزئبق الفضي،
معذره حيت اليوم كان عندي شي اشغال ما قدرش ندير ريفيو على هذا الزئبق ونوريكم الوصفات ديال هذا الزئبق والقوه غير ديال هذا، عنده قوه خارقه. وتحياتي للجميع، ومعكم اخوكم كمال من قناه الاحجار الكريمه النادره والمعادن. تصبحوا على خير، وما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه. هذا شكر لكم من عندكم من عندي. Thank you.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.